عليكم ورحمه الله. اهلا بكم ومرحبا. اليوم فطائر ديالنا، اذا نبداو على بركه الله. عندنا ديما انا كنعمل جوج لايف ديال الفرس، كنزيد معاهم جوج لايف ديال الفينو، قد الفرس قد الفينو. عملت معاهم شويه د الملحه، الملحه ما نعملوهاش في الخميره، ما نعملش عليها الخميره لان كتموت، والان راه البرد يعني ما غادي تخمرش الخبز بسرعه. لذا غنعمل واحد الطريقه ديال الخميره. كندير جوج معالق ديال الخميره، كيجيو في كيلو تقريبا. غادي نزيدو لها واحد جزء ديال السكر، علاش؟ باش الخميره كتطلق المفعول ديالها. اذا غنعمل واحد شويه ديال الحليب يكون دافي، غنخليه حتى تفاعل الخميره. اذا الخميره ديالنا ها هي دي، راها تجمعت يعني راها خدمت صافي. غنخلطوها شويه هكا كيفما كنذكروا، عملت واحد تقريبا كاس صغير ديال الحليب. الان غادي نخلط بالماء عاد نديرو الخميره ديالنا. غنديرو اللي عندنا معروفه بزاف، غنخلطوه غير بالفرشاه بهذه الطريقه هذه. ما نساوش اننا نعملوه شويه خفيف. نحاولوا اننا ندورو بهذه الطريقه هذه باش كتخدم بحال العجانه. إذا كنعجنوه بهذا الشكل هذا كيفما قلنا، خاصنا يطلع خفيف ما نطلعوهش ثقيل. والان غادي نضيفو الخميره ديالنا بهذا الشكل. بدا غنعملو البصله طيح شويه في البوطه، بدا البصله ديالنا بدات كتحمر. غادي نزيدو شويه على البطه ديالنا. بدا دابا غنضيفو معاها الفلفله ديالنا اللي نقينا وقطعناها صغيره صغيره بزاف، وكنعملو معاه جوج ديال الجزرات ديالنا. ما عنديش هنا لا تونه لا كفته، غنعملها غير هكذا. كيجيو هائل هاد الفطائر هادو. دابا نزيد شويه د الماء ونخلي حتى يطيح ديك البصل صافي. انا بحال اللي مرقته، غنخليها حتى يطيح ديك شويه ديال البصل، وعاد كندوق الا كان باقي كحصه شي حاجه مع الزباله. نضيفو الان شويه ديال المعدنوس والقزبر. خلطوهم مع التعميره ديالنا ولا مع هاد الحشوه. اذا الحشوه ديالي راها طابت، غنعملوها واحد الانيه نخليها تتبل عاد غنعمر طبعا تنعدلو الفطاء ديالنا ويخل. وغادي نضيفو عليها واحد الملعقه. اذا الان غادي ندوز للفطائر، غادي نعملو فيها نزيدو لها تقريبا كاس ديال الدقيق
اذا كنضيفوا واحد ملعقتين ديال الزيت وكنحاولوا ندخلوها في العجين مزيان هكذا نعجنوه بديك الزيت اللي زدنا كنحاولوا ندخلوها في العجين على هذه الطريقه هذه. اذا بعد ما عملنا الزيت في العجين كنعملوا الكويرات ديالنا، قسمته انا على 6 ديال الكويرات، بغيتوا تعملوا اصغر بغيتوا تعملوا اكبر انتوما والحجم اللي عجبكم. المهم انا عملته متوسط، عملت البولات بحال اللي كنعملوا ديال المسمن عادي. جاو لنا 6، هذا الاخر ما كنحاديوهش. وكنعملوا فيها الحشوه ديالنا، ولكن ما كنهبطوش الحشوه حتى للقاع، كنخليوها كنخليو ديك الجزء الاخير ما كنعملوا فيه والو، لانه هو اللي كنردوه على العجين باش ما تخرج لناش الحشوه ديالنا على برا. غادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله. هنا كنقسم الحشوه ديالي باش تجي مقدده، قسمتها على 6 وكنحاول نمشي الحشوه ديالي في المخمار على هذا الشكل. هذا هو مخمر على شكل ملوي، يعني بطريقه ديال الملوي، ما كنحتاجوش الزبده، كنعملو غير الزيت، واصلا الحشوه طيبه عندنا في الزيت فما نكثروش بزاف. اذا كانت نيها بهذا الشكل هذا بحال طريقه ديال الملاوي، كنعمل المطلق كنعاون به، كندور به العجين على هذا الشكل هذا، كيساعدني بزاف. وكيف ما قلنا الجزء الاخر اللي ما عملناش فيه الحشوه هو اللي غيغطي لنا المخمره ديالنا باش ما تقطعناش في المقله على هذا الشكل هذا. وكننزلوها منه وكنعملوها، ما نطبطبوش عليها دابا بزاف، ولكن ديك الجزء الاخير كندخلوه من تحت بالطريقه ديال الملاوي وننزلوها في الطاوه ديالنا حتى نكملوا العجين كله، عادك غادي نقرصوها باش نطيبوها. اذا غنبقى بهذا الشكل هذا حتى نسالي العجين ديالي كله. غنزيد معكم وحده باش يكون واضح. اذا كنطلقها بشكل طولي على هذا الشكل هذا بالطريقه ديال المخمر، وكنهزوا الحشوه ديالنا ونطلقوها بيدنا، هاد المره كتجي اسهل من الملعقه. وديما كان نفس الشيء، كنطويو وكندقوا عليها شويه باش العجين يلصق مع بعضه، وكندوروها على المطلق ديالنا، المدلك ديالنا او المطلق ديالنا يكون مدهون بالزيت باش ما تلصقناش العجين عليه. وديك الجزء الاخر اللي ما فيه والو كنحاولوا اننا نغطيو به المخمره ديالنا باش العجين ديالنا باش الحشوه ديالنا ما تخرجناش وحنا كنطيبوها. اذا غنزلوا الكريات ديالنا او الملويات ديالنا او المخمره ديالنا او الملوي اللي على شكل المخمر اللي على شكل ملوي بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نبداو الطياب ديال المخمره ديالنا. كنعملوا شويه ديال الزيت في الطاوه اللي غادي نطيبوا فيها وكنطبطب عليهم في المقله ديالنا بهذا الشكل هذا. اذا كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي نقلب على الجهه الثانيه باش تكمل الطياب ديالها. كطيب من داخل ما كتبقاش معجنه، وكنحاول نطيبها على الحاشيه ايضا بهذا الشكل هذا. وردوا البال يدكم باش ما يتحرقش. ديالنا غادي نحيدوها وندوزو نكملو الباقي المخمارات ديالنا.
اذا هذا هو المخمر ديالنا وهذا هو الشكل النهائي ديالنا. كنتمنى يعجبكم، كنتمنىكم تجربوه. والطريقه سهله جدا وكيوجد بسرعه هائله، ما كياخدش الوقت بزاف، ولكن لذيذ وبنين وما يحشمكش قدام الضيوف ديالك وايضا مع عائلتك للغدي او كعشاء ايضا. فصدقوني لو جربته اول مره فديما غيعجبكم وديما غادي ديروه. وما تنسوناش من التعليقات وايضا ما تنسوناش من اللايكات ديالكم، دعموا الفيديو اللي وصل لاعلى عدد من اللايكات، وايضا شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم على السوشيال ميديا الثانيه وفي شهيوة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، في أمان الله.